أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في علم الأئمة عليهم الصلاه والسلام وانهم ورثوا علم النبيين وعلم رسول الله صلى الله عليه واله الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان سليمان ورث داوود وان محمدا ورث سليمان، وانا ورثنا محمدا صلى الله عليه واله، وان عندنا علم التوراه والانجيل والزبور وبيان ما في الالواح، قال الراوي مفضل: قلت ان هذا لهو العلم، قال ليس هذا هو العلم، ان العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعه بعد ساعه. وكذلك الحديث الرابع عن ابي بصير ايضا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يقول مضمون هذا الكلام، وابو بصير ايضا يتعجب ويسأل ويجاب بمثل ما أجيب به المفضل. حاصل الحديثين أن الله سبحانه وتعالى أنزل العلم إلى الأرض. أوحاه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لان كل علم للانسان انما هو من الله قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هذه المعلومات الله سبحانه وتعالى يشاء ان يعلمها بعض خلقه حتى العلوم الطبيعيه او العلوم التي تكتسب بشكل طبيعي فانما يتعلمها الناس بارادة من الله سبحانه وتعالى، لان الله اعطى للانسان وسيلة التعلم، (والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده). الانسان له قابليه للتعلم ووسائل للتعلم. والله سبحانه وتعالى شاءت ارادته التكوينيه ان يتعلم الانسان اذا استفاد من هذه الوسائل، وكذلك العلوم الغيبيه التي تفاض على الانبياء والاوصياء من غير سبب طبيعي، هذه انما تفاض عليهم بمشيئه من الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى واوحاه الى ادم في قوله وعلم ادم الاسماء كلها، وكذلك سائر العلوم التي علمها الانبياء، كان يرث السابق كان يورث السابق منهم اللاحقه تلك العلوم، فاللاحق يرث السابق في تلك العلوم. بإذن من الله سبحانه وتعالى، فهذه العلوم التي أنزلت إلى الأرض لم ترفع. والأنبياء قسمان، قسم هناك يوجد قرابة بين النبي السابق والنبي اللاحق، قرابة نسبية. فالنبي اللاحق حسب القاعدة العامة في الإرث يرث أموال النبي السابق يعني مثلا سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ابن داوود، القاعدة العامة أن الابن يرث أباه بالمقدار الذي عينه الله سبحانه وتعالى فحينما توفى الله سبحانه وتعالى داوود ورثه سليمان سليمان كان وارثا لداود في أمواله والقاعدة العامة في الأنبياء أن كل نبي يورث علمه للنبي الذي بعده أو الوصي الذي بعده فداود أيضا أورث سليمان العلم لكن هذه وراثة معنوية ليست وراثة مال ولذا اطلاق الارث عليها اطلاق مجازي، لان الارث المعنى الحقيقي له هو ارث المال، او ما يشبه من المال كارث الحق. اما ارث العلم، يعني نقول هذا الابن ورث ابوه في العلم، او في المنصب، او في الجاح، فهذا تعبير مجازي، يعني جاء خلفه وكان له مثل ما كان للذي يسبقه. الآية الشريفة تقول وورث سليمان داود إرثا ماديا وإرثا معنويا الآية الشريفة هكذا ولقد آتينا داود وسليمان علما يعني علما عظيما هذا التنكير للتعظيم لأن التنكير في اللغة قد يكون للتحقير وقد يكون لعدم العلم بالتفصيل وقد يكون لجهات أخرى ومن تلك الجهات التعظيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كثير من العباد مؤمنون لكن الله سبحانه وتعالى لم يعطهم هذا العلم. انت تشوف مثلا هناك مؤمنون في كل زمان، لكن الانبياء افضل منهم. فالله سبحانه وتعالى فضل الانبياء بما اعطاهم من خصوصيات لم يعطها لغيرهم. زين هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى يستدعي حمدا ويستدعي شكرا لأن الإنسان كلما أعطاه الله نعمة ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره على تلك النعمة. وإذا الله سبحانه وتعالى خصه بشيء لم يعطه لغيره أيضا يحتاج إلى الإنسان يحتاج إلى مدح، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، هو الغني المطلق، لكن الإنسان الواجب عليه عقلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ثم الآية تقول وورث سليمان داود إرثا من المال وإرثا من العلم وإرثا من الجاه إرث المال هذا إرث حقيقي إرث العلم والجاه هذا إرث مجازي وقال يعني سليمان: يا ايها الناس علمنا منطق الطير منطق مصدر ميمي، نطق الطيور الطيور لها نطق هذه اصواتها كثير منها كلام بينها ماذا تقول هذه الطيور في كلامها؟ نحن لا نعرف لا نفهم نعم يمكن علماء الحيوان هؤلاء سنوات طوال يركزون على هذه الطيور يكتشفون بعض معاني هذه الأصوات، لكن المعاني التفصيلية لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله، سليمان الله سبحانه وتعالى علمه منطق الطير، لذا كان يتكلم مع الطيور. في قضية هدهد الهدهد الذي ذهب إلى سبأ سليمان تكلم معه وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى أن يقول فمكث غير بعيد فقال الهدهد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا كلام الهدهد وسليمان يعلم ويعرف ماذا يقول هذا الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجد وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل إلى آخر الآيات المباركات. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء هذه من تبعيضية لأن الله سبحانه وتعالى لم يفض جميع العلوم. لسليمان بعض تلك العلوم أفاضها له وأوتينا من كل شيء يعني مما نحتاج إليه إن هذا لهو الفضل المبين فضل من الله وفضل واضح زين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن سليمان ورث داود وإن محمدا ورث سليمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله علوم جميع الأنبياء الله سبحانه وتعالى أوحاها إليه زين لماذا خص الإمام الصادق سليمان بالذكر مع أن علوم سائر الأنبياء أيضا الله سبحانه وتعالى علمه رسوله محمدا صلى الله عليه وآله لأن سليمان جمع بين النبوة وبين الملك وذكر التفاصيل قصصه في القران الكريم سيطرته على الريح كلامه مع الحيوانات بعض تفاصيل مملكته فالناس يعلمون هذه الامور عبر ما ذكر في القران الكريم لذلك يعلمون ان لسليمان كان علما عظيما سائر الأنبياء أيضا لهم علوم ولعل بعض الأنبياء علمهم أكثر من علم سليمان. لكن لم تذكر تفاصيل علومهم ثم إن غالبهم لم يكونوا ملوكا وحكاما. فلذلك لم تظهر علومهم لكثير من الناس إلا بالمقدار الذي علموها لهم أو بينوها. فلذلك خص سليمان بالذكر في هذا الحديث لبيان أهمية العلم الذي ورثه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إرث مجازي يعني الله علمه مثل ما علم سليمان وزاد على ذلك ثم الإمام الصادق يقول وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله إرثا ماديا يعني أموال الرسول صلى الله عليه وآله ورثتها فاطمة سلام الله عليها ومن فاطمة إلى على عليهم الصلاة والسلام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما توفي حين رحيله لم يكن له إلا فاطمة من أولاده أبواه سلام الله عليهما يعني عبد الله وآمنة كان قد توفي أما عبد الله فقد مات قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وأما أمه آمنة فماتت وعمره الشريف ست سنوات. واما سائر اولاده غير فاطمه فقد ماتوا في حياه الرسول. الطيب والطاهر والقاسم وابراهيم توفوا والرسول حي. وكذلك بنات الرسول صلى الله عليه واله زينب وام كلثوم ورقيه متنا في حياة الرسول فلم يبق لرسول الله صلى الله عليه وآله من الأولاد إلا فاطمة فلما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت وارثته الوحيدة فاطمة فكل أموال الرسول المادية انتقلت إلى فاطمة والتعصيب باطل كما هو مذكور مفصلا في الكتب الفقهية والتعصيب خلاف القرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلذلك إذا واحد مات وله بنت وحيدة نصف أمواله ترثه بالفرض والنصف الآخر ترثه بالقرابة، يعني آيتان من القرآن نجمعهما البنت ترث النصف هذا بالفرض وترث النصف الثاني بالقرابه اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فيكون مجموع الارث للبنت ففاطمه سلام الله عليها ورثت رسول الله صلى الله عليه واله فلما استشهدت بعد وفاه الرسول اموالها ورثها امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام وورثها اولادها الحسنان وزينب وام كلثوم. ومن الحسنين الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذا الارث المادي. وفي كلام فاطمه الزهراء سلام الله عليها بعد وفاه الرسول تفصيل استشهاد بالايات القرانيه بانها ترث. إرثا ماديا من رسول الله صلى الله عليه واله. وأيضا الأئمة ورثوا رسول الله إرثا معنويا، بمعنى أن العلوم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأوحاها إلى الرسول صلى الله عليه واله، هذه العلوم تضمنت علوم جميع الأنبياء، إضافة إلى علوم خاصة أوحيت إلى رسول الله محمد صلى الله عليه واله. هذه العلوم علمها رسول الله امير المؤمنين علي عليه السلام فقال علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب ومن امير المؤمنين انتقلت الى الحسنين ومنهما الى الامام زين العابدين الامام الباقر الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ثم الامام الصادق في هذا الحديث عليه الصلاه والسلام يبين مصاديق من علومهم ويقول وان عندنا علم التوراه التوراه التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى علم التوراه عندهم، نفس التوراه موجوده عندهم غير المحرفه لان التوراه غير المحرفه وصلت الى رسول الله صلى الله عليه واله هذه التي كتبت في الالواح وموجودة عندهم في الجفر الأبيض تفاصيله ستأتي إن شاء الله ومن رسول الله هذا ضمن مواريث الأنبياء انتقلت إلى أمير المؤمنين وهي الآن عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا نفس التوراة وعلم التوراة واحد يمكن بيدة التوراة أو الإنجيل أو القرآن بس ما ليس له من علومها شيء الآن احنا كل مسلم في بيته يوجد قران لكن كثير من المسلمين لا يعرفون قراءه القران ولا يفهمون معانيه في هذا الحديث الامام يقول وان وان عندنا علم التوراه والانجيل يعني مضافا الى نفس رسم الانجيل غير المحرف علم الانجيل ايضا عندهم والزبور الذي انزل على داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبيان ما في الألواح لعل المراد بها صحف إبراهيم أو المراد بها تفسير التوراة لأنه يظهر من بعض الأحاديث أن التوراة أيضا فسرها الله سبحانه وتعالى للأنبياء الذين جاءوا بعد موسى ولذا الامام يقول: وان عندنا علم التوراة والانجيل والزبور وبيان ما في الالواح اما تفسير التوراة الذي انزله الله سبحانه وتعالى على انبيائه او المراد من الالواح هنا صحف ابراهيم ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. هنا الراوي اللي هو المفضل ابن ابن عمر يتعجب يعني علوم الانبياء، علم التوراه، علم الانجيل، علم الزبور، بيان ما في الالواح هذه كلها كانت عند رسول الله ومن الرسول صلى الله عليه واله انتقلت هذه العلوم الى الائمه عليهم الصلاه والسلام. قلت ان هذا لهو العلم هذا اعظم العلوم ماكو علم بعد فوق هذا العلم. الامام الصادق يقول لا اكو علم اعظم من هذا العلم وهو علم القران، العلوم التي في القران، لان القران مهيمن على سائر الكتب السماويه، القران له ظاهر الظاهر يعرفه كل من يعرف اللغه العربيه، ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر بلسان عربي مبين. ولكن القرآن إضافة إلى هذا الظاهر فيه علوم فيه باطن ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جميع العلوم موجودة في القرآن. جميع الأحداث التي حدثت وستحدث هذه موجودة في القرآن. لكن إحنا طريقة الوصول إلى هذه العلوم ما عندنا. الله سبحانه وتعالى علم رسوله تلك العلوم كلها كلها وعلم الائمه عليهم الصلاه والسلام اذا نريد في مثال لتقريب الفكره الى الذهن انت تفتح صفحه كمبيوتر على صفحه هذه الكمبيوتر يوجد كلام مفهوم زين هذا الكلام المفهوم انت تستعمل رمز عندما استعملت الرمز تروح الى حافظه الكمبيوتر لعله ترى فيها ملايين الكتب ومليارات الصفحات زين الظاهر الصفحه اللي تظهر على الكمبيوتر كل واحد يعرف اللغه يعرف ما ما هو مكتوب في هذه الصفحه لكن الوصول الى مخزن هذه العلوم وما موجود في الحافظه يحتاج الى رمز. اللي يعرف الرمز يدخل، واللي ما يعرف الرمز ما يدخل بس يقرا هذا الظاهر. هذا المثال ذكرناه لتقريب المطلب الى الذهن. انت تفتح القران، هذا رسم القران ما بين الدفتين. هذا الله سبحانه وتعالى يسره بلسان عربي مبين بفصاحه وبلاغه عجيبه التي يعجز البشر ان ياتيا بمثلها. وفيها الاحكام والمواعظ وما الى ذلك لكن ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين من مصادق الكتاب المبين القران الكريم كل شيء كل العلوم موجوده كل الاحداث موجوده فالقران مهيمن على التوراه مهيمن على الانجيل فعلم القرآن هو العلم. هذا الاحتمال الأول في جواب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الاحتمال الثاني في جواب الإمام الصادق أنه يظهر من مجموعة من الروايات متواترة كما ستأتي أن الله سبحانه وتعالى علم الرسول ولا إما عليهم الصلاة والسلام بواسطة الرسول علمهم علم الشريعه كلها فرسول الله صلى الله عليه واله يعلم احكام الشرع بلا استثناء وكذلك علمها الائمه عليهم الصلاه والسلام الاحداث ما كان وما يكون وما هو كائن الله سبحانه وتعالى علمها رسوله محمدا صلى الله عليه واله ومن الرسول انتقلت الى الائمه باذن من الله سبحانه وتعالى فهذا علم الاحداث الماضيه والحاليه والمستقبليه يوجد علم ثالث وهو يستفاد من بعض الروايات ان ارواح الرسول والائمه في كل ليله جمعه الله سبحانه وتعالى ياذن لها بان تعرج الى العرش فتطوف حول العرش وترجع بعلم مستفاد. هذا العلم هو العلم الاعظم. وهو اهم مما في التوراة والانجيل والزبور والالواح من علوم. هذا هو العلم. سياتي تفصيله ومن الاحتمالات اللي هو اقوى الاحتمالات انه ازدياد معرفتهم معرفتهم وعلمهم ب الرب سبحانه وتعالى، لأن درجات العلم والمعرفة بالنسبة لله تختلف. تشوف انسان عادي عنده معرفة بالله. وتشوف عالم من علماء الكلام والمعارف الإلهية علمه أكثر. وأيضا درجات المعرفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى حسب اختلاف الأشخاص أكثر. فأعرف الناس بالله هم الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولان الله ليست له حدود فمعرف فمعرفته ايضا لا حدود لها ومعرفه الله اهم من معرفه العلوم التي انزلها في كتبه السماويه بل تلك العلوم كلها مقدمه الى معرفته قال قلت ان هذا لهو العلم قال الامام الصادق ليس هذا هو العلم ان العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعه بعد ساعه يعني اما يراد به المعلوم من العلم المعلوم يعني علم ما كان وما يكون وما هو كائن حسب الاحتمال الاول الذي دلت الادله على ان الرسول والائمه لهم ذلك العلم او المراد هذا العلم المستفاد وهذا العلم قسم كبير منا يحدث في العرش في ليله الجمعه وقسم اخر منا يحدث في كل يوم وفي كل ساعه، الله سبحانه وتعالى باستمرار يفيض عليهم الاحياء منهم والاموات ذلك العلم لئلا يكون اخرهم اعلم من اولهم. ان العلم الذي يحدث يوما بعد يوم وساعه بعد ساعه. بمضمون هذا الحديث حديث اخر عن ابي بصير لان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كرر هذا الكلام فتعجبوا من ذلك فكان الجواب ابو بصير ايضا يروي نظير هذا الحديث يقول الامام الصادق في حديث ابي بصير وان محمدا ورث سليمان وانا ورثنا محمدا وان عندنا صحف ابراهيم والواح موسى فقال ابو بصير ان هذا لهو العلم يعني ابو بصير ما خلى الامام يكلم يكمل كلامه. في حديث مفضل ابن عمر، الامام قال: وان وان عندنا علم التوراه والانجيل والزبور وبيان ما في الالواح، بس في هذا الحديث وان عندنا صحف ابراهيم والواح موسى، فقال ابو بصير، يعني ما خلى الامام يكمل كلامه يقول: وعلم التوراه والانجيل والزبور. فقال ابو بصير ان هذا لهو العلم. فقال يا ابا محمد ليس هذا هو العلم، ذاك العلم العظيم اللي تتصوره اللي هو اعظم اعظم العلوم. انما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعه بساعه. في حديث اخر هذا الحديث ايضا عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام. الامام الصادق يقول: ان الله عز وجل لم يعط الانبياء شيئا الا وقد اعطاه محمدا صلى الله عليه واله وقد اعطى محمدا جميع ما اعطى الانبياء فلذا رسول الله افضل جميع الانبياء ومن اهم اسباب تفضيله على سائر الانبياء انه جمع كل علومهم وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل صحف ابراهيم وموسى قلت جعلت فداك هي الالواح؟ قال نعم هي يعني صحف ابراهيم او صحف موسى او كلاهما هي الالواح التي ذكرت في القران وكتبنا له في الالواح من كل شيء بالنسبه الى موسى عليه السلام هي الالواح؟ قال نعم او صحف ابراهيم ايضا كانت في الواح لان اللوح قطعه من خشب او من حجر هذه تسمى لوحا فالتوراه كانت مكتوبه على الالواح ولعل صحف ابراهيم ايضا كانت مكتوبه على الالواح هذا بيان جانب من جوانب علوم الائمه عليهم الصلاه والسلام وفي هذا الباب روايات اخرى نتركها الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين